السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات ممكن يحصل مشكلة في الروم فاضطر ان احنا نلغيها. طيب احنا عندنا هنا الروم جاهزة، بس انا قلت له انا عايز اعمل روم تانية وبالغلط حطيت 2 روم مع بعض، فطلعت لي طبعا رسالة ان في روم بالغلط. طيب خلاص هلغيها، انا غلطت وعرفت غلطي وهصلحه. تمام، فعلم على الروم، ادوس تاب عشان اعمل سيلكت على الروم اللي انا عايزها واقول له ديليت. مسحها، بس جاب لي ورنينج انها اتلغت لكن هي لسه موجودة في البروجكت. طيب امشيها ازاي؟ امشيها ازاي؟ مفيش حل غير ان انا اروح على الاسكادول وهقول له انا عايز اسكادول للروم. وهقول له اهم حاجة بالنسبة لي النيم والنمبر بالشكل دوت. فبعد كده اشوف الروم اللي عامله معاه مشاكل، انا واحده من دول، واروح قايل له ديليت. اتلغت وكده المشكله اتحلت. لو انا سبت المشكله هتيجي بعد كده لما تروح في المانج وتقول له ورنينج، هتلاقي فيه مشاكل كتير، هتلاقي الروم دي موجوده. الورنينج هي مشكله بس هي مش عامله مش يعني مش ظاهره دلوقتي. شوف هاي، تمام، بيقول لي في روم فيها مشكلة، لما لغناها من هنا اختفت تمام. الورنينج حاول قدر الامكان بأول بأول تنضفه على أساس إن معظم النار من مستغر الشرر.